السيشن فاريبل ده عندي. وعايز ايه؟ وعايز يحسب الكلام بتاع الاولاني من النوع الثاني صح؟ اه النوع الاولاني اعرفه ازاي واعرف الثاني ازاي؟ تمام ان شاء الله ستة يا دكتور ستة يبقى البريميوم والريجولر وتحتيهم كل واحد بالميكس بتاعهم واعمل ماتريكس 2 في 3 بين البريميوم والريجولر والثلاثة ميكس بتاع كل واحد قصدك ريجولر وشايف اه دايلس احنا عملنا ايه؟ عايزين عملنا اهو دكتور عملنا الوقت عملت ايه؟ اهو دكتور عملنا كله احنا فهمنا المشكله الاول يا جماعه ها علاج كانت التمثيل العاديه قلنا نوعين اثنين هنا سلطه الواحد بنخش فيه ثلاثة ايه؟ عناصر هي الماتريكس دي مجرد ما تعمل ماتريكس فهمتها هتلاقي الدنيا ماشيه خلاص كده صح دكتور بعد اذنك خد بسيط ثلاث انواع من البن المكسرات تستخدم في انتاج النوع الاولاني والنوع الثاني كويس نتيجه نسب الخلط بالثلاث انواع ها بيكون ايه النوع اللي هو الرجل وده بيبيعه بسعر معين بدولار وايه 56 سنت 65 سنت النوع الثاني بميكس معين ها محسن شويه بيسميه دايلوكس ها بيتباع ب 2 دولار هو عايز يشوف ينتج قد ايه دايلوكس وطبقا للمتاح عنده عنده هنا هو توفر رو ماتيريال من الميكس من النوع المكسرات الاولاني حوالي 6000 من النوع الثاني حوالي 6000 باوند والثالث كام؟ 7500 ايه باوند تمام؟ باوند فهنا بناء على القيود دي هاو ان هو ايه؟ يكون ينتج قد ايه نبرر وينتج قد ايه؟ دايلوكس بحيث يحقق اكبر مكسب ممكن. اتفضل. كتبت على السبورة ايه متغيرات القرار بتاعتك؟ عندي ار ودي. ار ودي. ار ودي. ريجولار ريجولار دايلوكس. ودايلوكس ماشي. رايك ايه؟ ايه؟ بتقول ايه؟ دكتور انا شايف هو الشانل دي كان سبسكرايب طيب ده بالنسبه للشانل 30% هو المساله بتقول ايه؟ تعال ناخد حاجه حاجه بقى هو هنا بيقول لي الريجولار ميكس عباره عن 30 20 50 ل 50 ل 20 50 انت خدتهم هنا 30 20 50
من الريجولر تمام. والثاني 35 35 35 35 35 35 35 35 35 ماشي. النوع النص الاولاني هو مجموع اللي هيستخدم هنا زائد اللي هيستخدم هنا ها اقل من 6000. يا دكتور ممكن نعمل تعديل عن الاول؟ معلش سؤال، هو ليه حاطط اصغر من او يساوي؟ مين اللي قال لك ان هي جريتو زي ايوه انت ليه اشمعنى حاطين دكتور هنا ماشي. الحتة دي ها ديبيتبل شوية. يعني ايه ديبيتبل؟ اتفضل شوف الرمز ده. القيد ده ها ان انا اوصف القيد اقل من او يساوي، او اوصفه اكبر من او يساوي، او اوصفه يساوي تمام؟ القصة هنا ايه؟ تعالي طبعا اقل منها وساوي اكبر منها وساوي سهل ان انا احفظه مفيش مشكلة تمام؟ لكن احنا كونسرنت ب كباستي معينة أو مخزون معين أو ساعات تشغيل معين أو لا فيه. المنطق بيقول إن أنا ما تعدهاش ده الأفيلبل التوتال أفيلبل بالنسبة لي، فأنا لا أستطيع أن أتعداها. يعني أنا عندي في حدود 6000 طن أو 6000 كيلو أو تمر، ما أقدرش أقول أنا محتاج 7000، هو دول اللي عندي، يبقى مش تقدر تتعداها. حلو؟ لكن لو انا فقدامي حلين يقول هستخدمهم كلهم بالحكم، فبالتالي هخليه يساوي ايكوال، او بقول لا انا في حدود ال 6000 هتحرك كويس؟ يفضل في قضية الموديلينج ها لو انا مش مجبر على الايكواليتي، لو انا مش مجبر على الايكواليتي يبقى خليها اقل من احسن. اوكي انت فهمت اللي انا قلته؟ انت موفره 6000 من ده وده والتاني 7000 ونص كويس؟ في حدود ده بقول لك اتحركت كمدير انتاج. مفيش مشكلة. كويس؟ لو انا مش جبرك استهلاك الكمية كلها، فالمستحسن من حيث وجهة النظر الموديلينج خليها اقل منها وساوي. ليه؟ ها؟ الموديلينج لما يبقى فيه كلمة يساوي ها؟ في معالجته عنيف. ها؟ يعني ايه في معالجته عنيف؟ يعني انا عندي متغيرين اهو ار و ايه ودي، لما نيجي نتكلم في الحل بالجراف رسمنا اول قيد، لما يبقى القيد اقل من فبيقول لي منطقه الحلول بتاعتك اهي كلها اقل من تمام؟ لما يقول لي يساوي
غيرت المنتدى وقلت له لا ده هنا لازم يبقى هنا اهو. فبقى في ريستريكشن في الامر الاخر. انا لما احل في ظل اقل من ببص الاقي وده قدام برضه هنشرحه، هلاقي هنا قد يكون في فائض وقد يكون هنا في فائض، وده هو اللي يساوي كويس طبقا للكميات المسلمة معوض بيها. فبالتالي بنقول دوت قيد حاكم، والقيدين دول فيهم ايه؟ ريلاكسيشن، فيهم سلاك، فيهم فائض غير مستغل. لما تيجي تجمع ده بعد ما تحل ممكن تلاقي دول طالعين مثلا ب 5000، ده معناه ان يبقى عندك فائض كام؟ 1000 غير مستغل، اللي هو الدفرنس ما بين اللي انت خدته استهلكه والايه؟ واللي موجود عندك بالفعل. فانت بتفكر طب الدول استغله في ايه؟ نفس القصه هنا. معايا؟ وهعرف ان ده هو اللي ايه؟ انا بفرض يعني ان ده اللي حاكمه. كويس؟ يبقى انا لو زودت شويه تعاقدات خليتها 8000 من ده ها؟ يبقى هستغل الفوائد هنا. تواتك ستين ازود ال 7500 دول لقد ايه؟ عشان استغل الفائض هنا وهنا. كويس؟ لكن في حاله اليساوي بقت العمليه عنيفه عليا. وممكن ما الاقيش سوليوشن. واضح؟ انا لو انا مش مجبر على الايكواليتي ها؟ في الموديل ما تريلاكس الموديل يا عم. ها؟ خليها اقل منها وساوي واكبر منها وساوي طبقا للمعنى بتاعها. واضح؟ مفهومة ولا لا؟ طيب ده النموذج اللي الأخ عمله ها؟ هو فرض ار ودي برضه؟ فرض ار ودي في مشكلة؟ ايه قولي قولي ايه؟ مش سامع. كانت عايزه تسالك صورها. يعني هنقعد لا لا عايزه خلاص 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 نرجع للسلايد. السلايد ده بس هي دي الحل يا دكتور. الحل عايزه سلايد بتاع الحل. هو الحل ايوه بس كده. هي صورتها يا دكتور. هي كانت عايزه تصور. خلاص 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 ولا عيدوا اشرحوا لي الثاني ايه؟ البريدنج دي زي الجازولين بالظبط تقريبا يعني، فيا ريت ايه نفكر فيها. في ايه؟ ماشي أنا ممكن لو الفائض ده مثلا غيرت المود بتاعي أصلا وغيرت المود بس عشان أعرف إن أنا يعني إيه غريب؟ يعني إيه تعدلي في المود النفسي؟ استنى بس استنى بس عشان لا أنا كده أعرف أجاوب. ده هاجر المود ده بيمثل واقع عندي يا ماما صح؟ واقع كويس؟ يعني انا مش بغيره لكن انا فهمت الموديل الواقعي كويس؟ انا ما كنتش عارف ها؟ التوليفه الوسطى والكميه الناتجه من ده والناتجه من ده، عرفت الكميه الناتجه من ده والكميه من ده كويس؟ ده ليه اثر؟ اثره ايه؟ ان هو وضح لي في ظل اعلى مكسب كده ان هيبقى عندي فائض 1000 طن من 1000 كيلو من ده و1000 كيلو من ده بفرض يعني، وان ده الايه المخزون الحاكم بالنسبه لي استهلكته كله ها؟ فببدا مخي يشتغل
ها ما هو ايه اللي موقفني؟ ده اللي حاكمني. ما وسعه شويه كويس، يبقى زود تعاقداتي هنا خليها 8000. عارف 8000 هتستهلك ده وده ال1000 وال1000 الله اعلم. هل بامكان انا محتاج 1000 زياده مش 500؟ قد ايه ده يجاوبني عليه الموديل معايا؟ مش ان انا بغير في الموديل. انا افتكرت ايه ان لو تلاقي الفايت دي يبقى انا اوريدي بتبني الموديل بتاعي خلاص. لا 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 لا، يعني لما نيجي مثلا انت فلنفرض بنتكلم مثلا في يعني بتنتجي غسالات وثلاجات والكلام ده حلو، وطبقا للواقع بتاعك اما خططتي لقيتي عندك فوائد كتيره ساعات زياده في الدهانات في الفرن بتاع الدهانات بتاعك كويس، بتبداي تفكري انت ما كنتيش عارفه الكلام ده هو اللي كان بيطلع منتج بيخش يدهن ها ومش، لكن انت لما خططتي وبنيتي موديل وطلع حل، في ظل الحل ده اكتشفتي ان عندك طاقات في البنتنج في الدهانات ما كنتيش واعيه لها. حلو؟ مقدارها كذا. هتفكري كمتخذ قرار بقى ممكن ما استغله للغير. او اشوف ايه يمكن الفورمنج اللي هو بيعمل البودي ها هو اللي حاكمني. ما تزود طاقات هنا عشان يبقى في سنكرونايزيشن في خط الانتاج. او مش قادر انفست هنا مطلوب مني انفست زياده عالي. طب ما اجر للغير. ها؟ يا اللي عايز تدهن ما تيجي ايه؟ في ظل الطاقات الدهانات الزياده عندي. واضح؟ مش بغير فوق، ببدا اشوف اتصرف ازاي استغل ها فهمي للنموذج اكتر. ايه ايه؟ طبقا لاستيعاب القصه ايه؟ لا انت بتقول الكريديانت بتاعتك اهي ده اللي انت كاتبه على ال العلبه اللي كاتبه على المنتج معايا؟ ال انتوا شايفين ده؟ شايفين فوق؟ ولا في سطور واقعة؟ لا لا شايفين، لا شايفين كله تمام؟ طب ما انتوا شايفين؟ ما دول اكيد مش شايفين. لازم اسالهم، طب قولوا لي لا مش يعني الجماعه المصدره تقول لا. المسألة دي هي لينير بروجرام ولكن بتخش تحت انت بقى مش لينير يعني مش كونتينوس فاريبل يعني الاكس ممكن يبقى هناك يحصل عليك سوء انا شرطه بس اكبر منها يساوي زيرو لكن هنا هيبقى ايه انتجر يبقى ايه؟ انت حضرت المحاضرة اللي فاتت؟ لا ما حضرناش يا دكتور ما حضرناش ما حضرناش ما حضرناش صح؟ تسجل نرجع هنا تسجل اللي انت ما حضرتهاش يا ريت نرجع تاني يا دكتور وهنا بيقول عنده مجموعة سيارة معينة بيبيعها الضمانت حوالي الربع الأول 150 الربع الثاني 150 الربع الثالث 120 في الربع الرابع 180 قد يكون الضمانت دون هو حسبه
او تعاقدات سابقه او اعمل له ايه نوع من البريدكشن. المهم هو عارف ها دي توقعات الضمان اللي عليه. الامر الاخر برودكشن كوست في الاربع ارباع تكاليفه ها للوحده لليونت مختلف. في النوع الاولاني في الكوارتر الاولاني اسف 200 دولار، في الكوارتر الثاني 195 دولار لليونت الواحده، 210 دولار لليونت الثانيه، 200 دولار لليونت الايه؟ الثالثه. عشان المنتج يحتفظ بيه في المخزن فله تكلفه. له ايه؟ تكلفه تخزين، تكلفه معدات مناوله وهكذا. اجور انسون. فحاسبها في المتوسط بيقول ان عشان احتفظ باليونت الواحده كوارتر بيكلفني ايه؟ دولار او 10 دولار. لو 2 كوارتر هيبقى كام؟ 20 دولار. 3 كوارتر يبقى 40 دولار 30 دولار وهكذا. اللي هو الربع. ما هو مقسم السنه 4 ارباع. ربع اول، ربع ثاني، ربع ثالث، ربع رابع. ماشي؟ فبيقول هنا طيب انا عايز اخطط انتاجي بحيث تكاليف تبقى ايه؟ اقل ما يمكن. انت كام في الربع الاول؟ انت كام في الربع الثاني؟ انت كام في الربع الثالث؟ انت كام في الربع الرابع؟ عشان اوفي بالضمان واقلل التوتال تكاليفي في الانتاج وتكاليفي في المخزون. بفرض ها ان انا في الاخر زيرو انفنتوري. في الكير انا عندي 10 قطع ها دلوقتي في المخزون، في المخزن. قولوا لي اعمل ايه؟ ها ذا كمباني وات like to know how many units to produce and how many units to be held in the inventory each quarter. So as the satisfying demand at minimum cost. عندنا 4 يونت. كده 4 ايه؟ مين اللي اتكلم خفت المعيوب؟ قلت ايه؟ بقول عندنا 4 يونت. عندك 4 يونت؟ يعني 4 يونت؟ يعني عندنا مثلا انا عندي رقم واحد عندي رقم واحد مثلا. عبر عن نفسك يا عم مفيش مشكله. لسه اول محاضره ليه؟ ايه؟ لسه اول محاضره فبحاول ان انا تمام؟ عندي مثلا الكوارتر بتاعي واحد واثنين وثلاثه واربعه. تمام فأنا اربعه كوارتر. اربعه كوارتر تمام؟ فأنا مثلا هحسب الاند اوف كوارتر، هحسب الاند اوف كوارتر ماشي تمام. فانا اقول مثلا الـ الـ الاول اللي هو الدومين ال 150 الكوست بتاعه 200 دولار باليونت، اليونت الواحده. ماشي ايه المشكله؟ انا دلوقتي عايز اعرف المشكله. انا عايز اعرف المشكله يا دكتور. احنا الراجل دلوقتي عايزين نبني موديل رياضي زي ما قلنا. الابروتش بتاعنا اول حاجه ايه؟ اعرف الايه؟ افهم المشكله. تمام. ستيب زيرو. فهمنا المشكله؟ اعمل ماتريكس. ها؟ كويس؟ منتج ما هو مش هنا معنى معاد الكيماوي، معنى هنت كام؟ في الكوارتر. اهو قلنا دايما عينك على السؤال. دكتور عينك على ايه؟ السؤال. ذا كمباني وود لايك تو نو هاو ميني يونت تو بروديوس اند هاو ميني يونت تو هولد ان ذا انفنتوري. ما هو قال لي ان في 10 عندي يونت. هو ده الديسيجن فاليو. ما هو انا عندي ماكس اتش كوارتر. ماشي يا دكتور. ما هو قال لي دلوقتي ان انا عندي كرنتلي 10 يونتس ان انفرتر 10 تمام. ماشي كوارتر يعني ف هم موجودين وخلاص. اول اسمك ايه؟ اسلام. يا اسلام بص يا اسلام
اول حاجه انا مش بسالك عشان اقطعك، انا عشان اعرف اكلمك. ماشي يا دكتور، ماشي. فاك في الفيلم التنين بس. اوكي. بص يا اسلام، هو بيقول لي دايما بنقول ايه، احنا عندنا ستيب بنمشي فيه. تمام. كويس؟ وان كان الاخر طلع ما ايه ما يعني. اول حاجه بنفهم مشكلتنا. فهمناها؟ ها؟ تمام. انا عندي منتج ما. كويس؟ عارف الطلب اللي عليه قد ايه في الاربع تربع بتوع السنه، بحددهم اهو العمود الاولاني ده حجم الطلب اللي مطلوب مني اغطيه، وتكاليفه ايه في كل اليونت الواحده في كل كوارتر، ولو احتفظت بيه في المخزن لمده ربع سنه هيكلفني كذا. تمام؟ وبيقول لي طيب انا خطط انتاجي في الاربع تربع دول ازاي، انتج قد ايه واحتفظ بقد ايه في المخزن، او اللي هنتجه ده هيترتب عليه حفظ في المخزن قد ايه. فجدول القصه دي بعمل جدوله للايه، او بلاننج للانتاج بتاعي، وبالتالي عليه بناء عليه هيتجدول الايه المخزون، وبالتالي في ظل ايه؟ بحيث ان انا اقلل تكاليف الكليه. يعني هو مش مطلوب مننا نجيب تكلفه الوحده الواحده؟ ما يمكن. عايزك فين تكلفه الوحده الواحده؟ يعني عشان نجيبها طول السنه. لا. مطلوب مني كوبي. اهو. بص انا ليه؟ انتاج بس. ايه؟ انا عندي تاني يوم. عايز احسب. طب يا دكتور انا اقدر انتج قد ايه يعني؟ هو دلوقتي بيقول ان هو عنده كل كوارتر 150. مطلوب يغطيه. طب هو عارف يا دكتور، بس ما قالش 150 دول هيتصرف فيهم ولا يعينهم في المخزون اصلا. يعني انا ما كلهم كده عينهم في المخزون. مش عرفني ان انا هبيع قد ايه اصلا. 150 ده هو البيع. خلاص يبقى عينه الطلب اللي عليه. طلب. ده الطلب اللي عليه. تمام. معايا؟ انت عملت اكسبكتيشن او في كونتراكت عليك. ها؟ انك ملتزم تودي ليه عبد الله، ها؟ حسب ما شاء عبد الله. لعبد الله، ها؟ في نهاية الربع الأولاني 150 إيه؟ وحدة. في نهاية الربع الثاني 150 وحدة. في نهاية الربع الثالث 120 180. دي الكاستمرز بتوعك. ده الديماند اللي عليك، ده الطلب اللي عليك. يبقى هنتج زيادة ليه بقى؟ أنت مطلوب تغطيه. مش هنتج زيادة ليه؟ ما هتنتج زيادة ليه؟ نتيجة للفاريشن في الكوست. في الكوست. الأربع المختلف. كلامك صح. عارف لو ده ثابت 200 200 200 200 يبقى خلاص ما فيش مشكلة. ها؟ ما توجعش نفخنا يا عم، ما فيهاش حل. ها؟ معروفة لوحدها. خد ال 10 الأولانيين انتج عليهم 140 150 ها؟ وخلاص وغطي ايه الديماند، بعتهم لعبد الله. في الربع الثاني انتج 150، في الربع الثالث انتج 120، في الربع الرابع انتج 180 وشكرا واتحل. كويس؟ لكن في ظل الفاريشن ده، ها؟ ان في ربع تكاليفه في الربع عن الربع مختلف. كويس؟ فده ممكن يوفر له تكاليف. ها؟ ديبند على ايه؟ ديبند على هينتج قد ايه لحساب انهي ربع. ها؟ وهيحتفظ في المخزن قد ايه؟ ليه؟ دمين. هيغطي ده كله. في النهاية لا 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 لازم أكبر من 150 ضغط. هنا ممكن تخليها يسافر. أقل حاجة 150. 140 ممكن أكبر منها ويساوي دكتور ولا تعالى. قلنا من السؤال ده معناه ان انا عندي اثنين متغير في اربعه، اللي هنتجه واللي ايه هحتفظ بيه في المخزون. اللي هنتجه هعتبره بي بي واحد بي اثنين بي ثلاثة بي اربعة. اللي هحتفظ بيه في المخزون اي واحد اي اثنين اي ثلاثة اي اربعة. انجلتوري
يبقى دول المتغيرات بتوعي اللي هنتجه بي 1 في الكوارتر رقم 1، بي 2 اللي هينتج في الكوارتر رقم 2، بي 3 اللي هنتجه في الكوارتر رقم 3، واضح؟ بي 4 اللي هنتجه في الكوارتر رقم 4، اي 1 اللي هيتبقى في المخزن في الكوارتر رقم 1، البي اي 2 اللي هيتبقى في الكوارتر في المخزن في الكوارتر رقم 2. تمام؟ يبقى هنا هو عاملها هنا كيو، كيو كوانتيتي تو بروديوس ان كوارتر 1 2 3 وايه؟ و4. شيل الاي وحط الرقم بتاعها. يبقى هنا 4. اي اللي هو انفنتوري ات ذا اند اوف كوارتر اي. لو اي 1 يبقى اند اوف كوارتر 1. اي 2 اند اوف كوارتر 2 وهكذا. تعالى هو عايز مينيمايز التكاليف، تكاليفك عباره عن ايه؟ ما هي التكاليف اللي هينتج؟ يبقى الكميه اللي هتنتج في تكلفه انتاج الواحد هيتخزن في المخزن، تكلفه الهولدنج في الكميه اللي ايه؟ اللي هتقعد في المخزن. يبقى هنا اهو 200 في الكميه الاولى، في الكميه اللي في الكوارتر الاولاني هتنتج في الكوارتر الاولاني، 195 في اللي هتنتج في الكوارتر الثاني، 210 في الكمية اللي هتنتج في الكوارتر 3، 200 في الكوارتر ايه؟ 4. هنا دي ثابتة، الهولدنج ثابتة، يبقى 10 في الاي 1 زائد 10 في الاي 2 زائد 10 في الاي 3 زائد 10 في الاي 4. القيود اللي عليا، القيود بص هنا اندنج انفنتوري في كل كوارتر، ها؟ هو عبارة عن ايه؟ تعالى انا داخل الكوارتر ده في كام في المخزن؟ يبقى في بيجينج انفنتوري انتجت ضيفهم عليه ناقص اللي انا هورده، ما اللي انا هورده معروف اللي هو ايه؟ الديماند. يبقى هنا البيجينج الاند في نهايه الفتره اللي هو الاي ار اي 1 ها يساوي بدات الفتره بكام، انتجت عليهم كام، هخرج قد ايه منهم. تمام؟ يبقى لما نيجي في الربع الاولاني المخزن بتاعي واقف لسه ما اعرفش نهايه الفتره الاولى كام، هيساوي ال10 اللي انا بادئ بيهم اللي هم في من السنه اللي فاتت، ها، زائد الكمية اللي هنتجها لصالح الربع الأولاني اللي هو الـ Q1 هطرح منها الديماند اللي هو الـ 150 اللي هيتبقى من القصة دي، ها؟ هو اللي هيتبقى هو اللي هيخش فين؟ في I1 يعتبر بداية المخزون في بداية الفترة الثانية اللي هو الـ Beginning Inventory، هنتج عليه Q2 صح؟ وهطرح منه الضمانت. حضرتك كنت في عالم تاني بقى. طيب. وهكذا بالنسبة لإيه؟ لغاية الكوارتر رقم 4. الكيو واحد والكيو اي والاي اي اكبر من يساوي زيرو في كل الاي من واحد لغايه ايه؟ 4. هنا المساله دي هتلاقيها انتجر ايه؟ بروجرام إيه ال 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 هتطلع لازم هتطلع ارقام ايه؟ صحيحه. صحيحه. ماشي يا جماعه؟ في مشكله؟ هو ليه المساله دي بالذات ايه اللي عرفني ان هي لازم الاوتبوت بتاعي يطلع هتطلع عشان عربيه عشان هي الصور يونت يعني اللي عشان هو بيقول لكل يونت مثلا ولا ايه؟ بس كده هو ده والكونستراكشن بتاعها. يعني ممكن اضيف هنا انتجر بس هي لوحدها هتطلع انتجر بدون الشرط. ايوه انت عارف انا لما اشوفها المساله
لا يبقى المفروض ابقى عارفه منين هي المفروض تطلع انتجر او لو طلع حاجه فيها ديسمال غلط. لا لو طلع فيها حاجه ديسمال يبقى فيها حاجه غلط. ايوه ايه بقى ايوه انا فاهمه حضرتك. النيتشر هتطلع انتجر. اولا الشروط كلها ايكواليتي مفيش كسور عندي كويس فبالتالي ضمن لي اتفضل. مش هيك من الكونسبت ده معايا دي المعادله اللي تحكم المخزون هل بيجي لي الاندنج انفنتوري اقل من او اكبر من البيجيننج انفنتوري ده البرودكشن لاس ده كويس فغصب عنك يساوي فهمني هو ما هي مبنيه على دي على الرول دي الرول القيود كلها مبنيه على الرول صح فلا الرول دي يعني تقبل اقل من او تقبل اكبر من ها دكتور بعد اذنك لو تقبل لحظه لو تقبل اقل من او اكبر من يبقى بيتيح لك انت كامين مبنى تسرق يلا يا سيدي يلا اتفضل كان بيسرق لا لا خلاص تراجعت يلا يلا بص ركز يا دي برضو انت يا تسعة دي دكتور يا نون دي نون دي كويس دي احتياجاته بس مقسمها كام ربع مقسمها على نص شفت مقسمها على ايه نص شفت اربع ساعات لكن اللي بيخدم بيخدم كام ساعة شفت كامل تمن ساعات ماشي؟ المطلوب
المطلوب يقول كم واحد في الشفت رقم واحد؟ بيقول ان الشفت رقم واحد بتبدا من 12 لغايه ايه؟ لغايه 8. دي شفت كم؟ ما تسميها اكس 1. الشفت رقم 2 هتبدا من 4 ل 12. ها؟ نقفل نقول لغايه كام؟ 12. ده ايه؟ هيسميها اكس 2. دي مشكله؟ ايوه. الثانيه او الشفت الثالثه من 8 لغايه 4. شفت؟ 4 ساعات. ثلاثة الثالثة من 10 لـ 8. شفت كم؟ 4. الثالثة من 4 لـ 12. 4 صح كده؟ 4 ستة من هنا هتلف تقفل مع دي الأربعة. دي اكس كام؟ اكس ستة. اكس ستة في مشكلة؟ هي دي النهاية ودي البداية. ما تدورش كده شغال 24 ساعة في 24 ساعة. بس بس شفتي على عدد الموظفين ان هنا اكس 1 واكس 6 انا عايزهم مالهم 5 ما يقلوش عن 5 ما يقلوش عن ايه 5 5 يبقى هنا اكس 1 بلس اكس 6 اقل من كام؟ اكبر من او يساوي 5 او يساوي 5 هنا كام؟ 7 اكس 2 واكس اكس زائد 1 لا تصل معلش انا هحاول يا ريت تكتبها اكس 1 زائد اكس 6 3 اكبر من كام؟ 5 5 اكس 2 1 و 2 1 و 2 يبقى اكس 1 زائد اكس 2 اكبر من او يساوي 7 اكس 2 بلس اكس 3 اكبر من او يساوي 15 اهي اكس 2 واكس 3 اكبر من كام 15 اكس 3 بلس اكس 4 7 اكبر من او يساوي 7 اكس 4 بلس اكس 5 اكبر من او يساوي 12 اكس 5 اكس 6 اكبر من او يساوي 9 اكس 1 اكس 2 اكس 3 الى اكس اكبر من او يساوي ايه؟ اكبر من يساوي الصفر فضلت الهدف هي مينيمايز التوتال نمبر عليك نور لان دي بتمثل اللي هي سبب مشكلة؟
فاهم القصة كده ازاي؟ فاهم القصة كده ازاي؟ ماشي يا جماعه وبفكروا في الكلام ده بقى ها الحاجات الباقيه دي مش يعني في نقطه ايه اشياء عهدناها كتير يعني كلام معايا ايه ده المره الجايه هنتكلم في الجرافيكال سوليوشن ماشي دكتور ممكن نخلي شويه كده يعني اول جزء بس خليك قاعد خليك قاعد مش مشكله كده السؤال اول جزء بس يعني ايه المسائل اللي اشتغلت عليها؟ علي المسائل مساء ليه؟ بيقول ايه؟ اقعد استنوا يا جماعه خلينا نسمع بيقول ايه؟ هو الناس هتحل ازاي؟ احنا لسه هنحل هناخد طرق الحل هناخد مسالتين من اللي احنا عملناهم في تو دايمنشن في تيم فاريبل كلهم بالجراف لا لسه ماشي اتفضل يا سيدي بعد ما تقول
using graphical method. Eh? Find the optimal solution for the above mentioned model. بين قوسين كده بين تو براكتس if it is exist. قد يكون موجود ولا مش موجود؟ ها؟ For the following cases. Case 1. انت خلاص حللتها؟ ها؟ Solve the above model. Case 2. The direction of constraint 1, it changes it to greater than or equal. يبقى القدر الاولاني يتحول لايه؟ اكبر من. والمساله زي ما هي. ما واحد اهي اللي احنا حليناها. كيس 2 القيد رقم 1 هيتغير ايه؟ من اقل من الى اكبر من او يساوي جريتر ذان اور ايكوال. هرجع للمساله تاني. التغيير بيحصل لوحده ها مش اكيوميليتف. كيس 2 3 the direction of constraint 3 it changes it to less than or equal. Constraint 3 it changes it to less than or equal. يبقى case 1 هيتحول ل greater than or equal. 3 هيبقى less than or equal. كل حالة لوحدها ترجع للموديل الأصلي وتغير مش الاثنين مع بعض. واضح؟ كيس 3 ترجع للحالة القديمة. كيس 4 كيس 4 4 4 4 صبرا يا جماعة صبرا آل ياسر. Both case 3 solve the for both 3 and 4 2 and 3 solve for case 2 and 3 مع بعض يعني؟ ايوه مع بعض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيوة أيوة يعني كأني غيرت كونستراين 1 و3 مع بعض. يا جماعة أنا ما بتكلمش إلا ودي يعني. Case 5 all the constraints it changes it to case 5 لحظة لحظة أكبر من
All the constraint 1, 2, 3. 1, 2, 3. Huh? Oh. Have been changing. To vice versa. يعني الأقل منها يبقى أكبر منه والأكبر منها يبقى أقل منه. يعني هغير الديركشن بتاع 1 و2 و3. وأسيب 4. ماشي؟ يا حبيبي قلنا دايما برجع للاول. The right hand side 4 5 right hand side 4 constraint 1 it changed the right hand side الاثناشر it changed to 24. ماشي اتمنى ان دول يعني يديكوا ايه شويه كومبينيشن كده من الحلول. اخر حالة دالة الهدف اتغيرت لي 50-20. دالة الهدف اتغيرت الى 50-20 مش 20-50. ماشي ده عايز المرة الجاية نوع اللي كتب بقى يرفع. يعني قبل التغيير هو الحاله الاصليه.